نروح كمان لتليفون مع العمدة عمران، هو عمدة قبيلة القنسات إحدى قبائل مطروح. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير يا مصر، وإن شاء الله دايما كده في أفراح، ومصر دايما جميلة بيكو كقناة إعلامية متميزة بتنقل الحدث وبتلقي الضوء على كل الأحداث اللي احنا بنعيشها دلوقتي. نشكر حضرتك يا فندم. يعني في البداية حابين نعرف منك يعني رؤيتك لزيارة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة مطروح، وإجراء نقاش وحوار مفتوح مع العمد والمشايخ، وقد إيه الوضع اختلف يعني من وقت كان خلينا نقول إنه كانت هذه المحافظات منسية لحد ما تابعنا وجود سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. والله حضرتك يمكن جاوبت يعني نص كلامك ده اجابه السؤال. يعني انا اللي صار انتباهي فعلا ان كون منطقه السلوم او مدينه السلوم دي مدينه بتقع في اخر حدود مصر الغربيه، مدينه تكاد تكون منسيه، مدينه بحطها الجبال من الخلف والبحر من الشمال. هذه المدينه همشت طويلا، يعني كلنا كنا بنقول حتى في الميديا لما بنطق لفظ عام على مصر بنقول من اسوان اسكندريه. وننسى اخر نقطه في حدود مصر الغربيه، المدينه ديت شهدت فعلا امبارح كتابه شهاده ميلاد جديده، يعني انا بعتبر 16/8/2023 ده تاريخ ميلاد مدينه سلوم. مدينه سلوم النهارده سلطت عليها الاضواء من خلال زياره سياده الرئيس، اللي كان فعلا لقاءه معانا لقاء ودي ولقاء حميم ولقاء دافي، وكان لي شرف ان انا اكون على المنصه مع سيادته. قد ايه كان يعني انا اللي صار انتباهي اكثر ان احنا كنا بنسال اسئله، وفي نفس الوقت سيطرت كان ملم بيها، ملم بالاجابه، يعني على سبيل المثال الحصر توسيع الطريق القادم من اسكندريه المطروح تنفذ على مرحلتين، المرحله الاولى من اسكندريه العالمين، والمرحله الثانيه اللي هي من الضبعه دلوقتي حتى مدينه مصر المطروح، والمرحله الثالثه ان شاء الله هتبقى من مدينه مصر المطروح السلوم. كان بيقول مثلا من الضبعه لمطروح اللي جاري تنفيذها واحنا خلاص على وشك اللمسات الاخيره دي 140 كيلو، لكن تخيل ان انا ما كنتش اعرف المسافه ديت وانا ابن مطروح ومولود مطروح ابا عن جدا. كان بيقول المرحله الجايه توسعه الطريق هتتم من مطروح للسلوم 280 كيلو، برضه دي ارقام انا معلش كمواطن مطروحي ما كنتش ادرك هذه الارقام. فكان يعني هو احنا كنا بنسال السؤال، كانت ملفات موجوده قدام سيادته وكان بينفذ، احنا كنا بنطلب مثلا الميه ومشكله الميه، فكان وارد فعلا كان بيعرف كل كبيره وصغيره في هذا المجال. كان بيشير ان احنا ما احناش نوعد على مشروعات عشان نحققها، لكن المشروعات اللي انا بعلن عنها يوم افتتاحها. ساعه ما ننجز المشروع ونفتتحه يبقى انا قلت ان انا عملت كذا. منفذ سلوم لاري امبارح طبعا بعد تدويره تم افتتاحه من خلال الترئيس، لان دي نافذه تعتبر لمصر على دولة الشرقية ليبيا، فكان لابد ان يكون في وجهة حضارية متميزة بتخدم المغادرين والقادمين من والى ليبيا او المغرب العربي عامة. فكانت دي لمسة حضارية فعلا لواجهة مصر، ان احنا فعلا عندنا منفذ بري على طراز حديث وبيقدم الخدمة الميسرة لكل القادمين والمغادرين. حقيقة في رسائل كتير، الرسالة الأهم برضه يكون مدينة سلوم بتقع على حدود مصر الغربية مع الدولة المتأخمة زي الدولة الليبية، فده بيعني ان احنا بنقيم مشروعاتنا فعلا في عندنا حالة من الاستقرار وحالة من الأمن على النقيض من الجانب الليبي في اللي فيه طلبات وفي قلق الأمنية حتى الآن. طيب خليني أسألك سؤال، طيب انتوا في سلوم كنتوا محتاجين ايه؟ ايه المشروعات الخدمية والتنموية اللي كنتوا محتاجينها وايه اللي اتحقق منها دلوقتي؟ والله حضرتك مدينة سلوم عشان نبقى برضه سعادتك والسادة المشاهدين والمتابعين، مدينة سلوم كونها مدينة حدودية كبقية مدن العالم بتعتمد على التجارة البينية مع الدول المجاورة. يعني كانت عمليات التجارة المشروعة أو غير المشروعة هي النشاط البشري للسكان، لكن النهارده احنا طالبنا بتوفير مشروعات دائمة ومستقرة حتى يمكن توفير فرص عمل للشباب بعيدا عن الأعمال الغير مشروعة كالتدريب وخلافه. فسلوم قادمة الآن حيتم فيها إنشاء برضه منتجعات سياحية على مستوى عالي، حيتم مد الطرق ليها، حيتم فعلا الفكر الغير تقليدي الأول كان طبعا الواحد يعمل مثلا حاجة مؤقتة، لكن في حتقام في مشروعات سكنية وسياحية، لأن مدينة سلوم اللي ما شافهاش ما يعرفش يتكلم عنها. مدينة سلوم مدينة صغيرة يعني هي في حضن الجبل،
يعني الكاب اللي وراها ده المفروض زي جبال اوروبا والحاجات ديت يبقى ليها رونق خاص طبعا وهي فعلا تأكيد بكل تأكيد فعلا هي هتستغل سياحيا بهذا المنظر الطبوغرافي الطبيعي. طيب اخيرا يا فندم خلينا نتطرق لحياه كريمه. الحقيقه انه حياه كريمه وصلت للمناطق الاكثر احتياجا، لو تكلمنا عن ابرز التغييرات اللي حصلت بسبب تكثيف المبادره اللي عملها مشروعاتها ايضا لخلق حياه تليق بالمواطنين في تلك المناطق. هو حضرتك طبعا حياه كريمه احنا كلنا تابعنا سياده الرئيس لما اشاد بالمبادره ديت وقال في 700 مليار جنيه هيتم رصدها لجميع قرى مصر، لان كانت الحياه الكريمه دي بتتم تنفيذها على مراحل. يعني مثلا كل محافظه طبقا لعدد سكانها بيتاخد منها 5 أو 6 قرى ويتم فعلا تخطيطها بالحياه الكريمه، لكن سياده الرئيس قال لا كل قرى مصر قوات واحده. احنا بقى كمحافظه مطروح لنا طبيعه خاصه، طبيعه ابناء القواعد. ما عندناش تجمعات سكنيه على غرار التجمعات الموجوده في الوادي او الدلتا. بتلاقي مثلا كل واحد موجود في حته كده صحراويه لوحده او مع اخواته 5 6 منازل. فبعث الرئيس اشار لهذه الجزئيه كمشكله لتوصيل المرافق، يعني عشان نوصل المرافق مثلا بحدود 15 مليون للتجمع يخدم 5 أشخاص، طبعا دي مكلفه وغير مجديه. فكان مشات ان احنا نعمل تجمعات، التجمعات دي مثلا 10,000 نسمه ممكن نمدها بالكهرباء بالصرف الصحي بالمياه بالطرق. فحياه كريمه غطت عندنا القرى اللي هي الكثيف السكان، لكن طبيعه الساكن القبلي او البدوي بيحب يقعد في الارض بتاعته لوحده، بيبقى بيته لوحده معاه موظف الماشيه بتاعته، فبيبقى من الصعب ان احنا نوصل دي طبيعه المكان كده وانا وصلناها بتبقى مكلفه يعني مساعتك. لكن كل القرى النهارده محطوطه في خطط الحياه الكريمه المحافظه، وتم تنفيذ مرحلتين، كل مرحله تقريبا 6 قرى، وجاري استكمال هذه المرحله مرحله حياه كريمه، وان شاء الله كل القرى هتنعم بهذه الخدمه ان شاء الله. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا العمده عمران امبيوه عمده قبيله القناسات احدى قبائل مطروح، الف شكر ليك.